السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واحد الوليد في دولة الجزائر الشقيقة عنده عامين، يلا بدك ينطق وسبحان الله العظيم بدك يتكلم بالقرآن العظيم، كيحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، يلا كيجبدوا ليه الرأس ديال الآية وكيكمل على الآية كلها، حافظ القرآن الكريم، لقاو حافظ 60 حزب كامل، ولقاو بالقواعد، ولقاو كيقلد الشيخ المنشاوي. تفاجئوا والديه ملي شافوا هذه الطريقة، عرضوا على بعض العلماء في الجزائر ملي شافوا ذاك المشهد وقع لهم انبهار. البعض قالوا هذا الدري ماشي طبيعي، ياك ماذا هو المهدي المنتظر اللي كيتكلموا عليه في التراث، غادي يكون في آخر الزمان ويقيم العدل ويمنع الجور. هذا غريب. فالولد حمل الى الازهر الشريف وعقدوا واحد المجلس ديال العلماء باش يبتوا في امر هذا الولد، اختبروه، لقوه بانه حافظ للقران الكريم عن ظهر قلب وبالقواعد، عارف الادغام والاخفاء والاقلاب وعارف الغنه وعارف المد الطبيعي وعارف كل هذه القواعد، وصوته وكأنه يقلد الشيخ المنشاوي. أو كيف جات القضية هذه؟ بحثوا فيها العلماء. من بعد جاء واحد العالم نبيه ويسول الأم ديالو، قال لها واش عمرك حفظتي القرآن؟ قالت لهم لا. عمرو دخل الكتاب؟ قالت لهم لا. ويقول لها لا لا، باش كنتي كتوحمي؟ قالت لهم أنا كنت كنتوحم على سماع القرآن. دوزت واحد 3 شهور 4 شهور ديال الوحم، وجاء الوحم على القرآن، كتاخذ تسجيل ديال الشيخ المنشاوي من كبار القراء في مصر، وكيعجبها صوته هادئ وحنين وقواعد مضبوطة، كتسمع القراءة وكترتاح. الوليد باقي ديك الساعة جنين في بطن أمه وكيسجل كيسجل كيسجل، والأم ما عرفاش بأن احنا كبشر كنساو، لكن هو مولود كيسجل كل شيء. فحينما بدأ بالنطق لقى بأن القرآن مسجل في الدماغ ديالو، وتبارك الله هذا الوليد الآن راه دابا عنده واحد الهبة عظيمة والناس فرحانين به، وغادي إن شاء الله تعالى يكون له واحد الشأن عظيم في القراءة وفي العلم وفي التجويد. نسأل الله تعالى له ولأولادنا جميعا الهداية والرشاد. السلام عليكم سي كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة. يا اهلا وسهلا بك الحاجه. يا استاذ انا جيت سعيده وجيت مسروره اني يعني كان نتواجد معك في الحلقه هذه. يا مرحبا بك لالا. وكان نشكرك استاذ على هذا يعني هذا التوجيهات وهذه النصائح لكل المستمعين، وكنشكرك كثير استاذ والله. اعزك الله. واليوم حاولت باش نتصل بكم. نعم لالا. الله يجازيكم بخير ودعيوا معنا حتى احنا استاذ، عطينا الله صحيحتنا يا رب ونكونوا في المستوى. وانا استاذ عندي لك واحد السؤال كان ممكن. هي مرحبا مرحبا للحاجه. انا استاذ عندي ولد بنتي كربيه الله عنده دابا عامين. نعم. وبسلامته فايق، وكاين كنكون نصلي كيجي توا قدامي كيدير توا كيصلي تبارك الله. كيما كندير انا كيدير هويا. وقولي زعما واش هذا ما يعني صلاتي جائزه؟ نعم، هذا تقليد جميل للوليدات ديالنا، كينعلموهم الصلاه منذ السنوات الاولى، ملي كيبدا الدري الصغير كيقلد الميمه وكيقلد الاب او الجد او الجده، راه تما كيكون على الفطره السليمه، وهذا الشيء مزيان الحمد لله. خليه يتبعك في هذا الشيء ويقلدك باش يشب من الطفوله ديالو الصغرى على هذه الصلاه والعباده. هو يلا عنده عامين، كنشوف لك كيدير توا بحال اللي كيقرا. هي تبارك الله، هذه علامه كتفرح، علامه الصلاح مبكره. يعني وكنقول انا كنقول انا واش هذا اللي كي
كيبرصني وكيهذا. لا ما يبرصكش هاي، راه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله وهو كيهزو فوق كتافه. ما شاء الله ما شاء الله يا استاذ. ايوا التوفيق ان شاء الله. شكرا الحاجه لكم استاذ، اعزكم الله اعزكم الله. شكرا لكم، حياك الله لالا. وهذه بشاره طيبه ملي كنلقاو بعض مرات بعض الوليدات اعطاهم الله تعالى هذه النعمه، كتلقاه كيقلد والديه في الصلاه وكيقلدهم في حركه الاصابع، كيديروا التحيه لله الزكيه لله او كيديروا البقيه الصالحات، كتلقى الوليد ولا البنيه حتى هو كيقلد والديه او كيسمعهم كيقراوا القران حتى هو كيردد خلفهم باش مع علم الله تعالى، ولا يكون باقي صغير راه الحمد لله في خير عظيم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.